السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنصر الأساسي الثالث المكون لبرنامج الحماية التنفسية، ألا وهو الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال الضوابط والإجراءات الهندسية. المحتوى غرف عزل العدوى المنقولة عن طريق الهواء، غرف العزل سالبة الضغط، موجودة وتعمل بصورة جيدة. أجهزة تنقية الهواء المتنقلة عالية الكفاءة، أجهزة الهيبا فلتر موجودة وتعمل بصورة جيدة. كبائن الأمان البيولوجية في المختبرات موجودة وتعمل بصورة جيدة ويتوفر لها شهادات المعايرة السنوية. مواصفات غرف عزل العدوى المنقولة عن طريق الهواء، غرف العزل سالبة الضغط. عدم وجود أي من هذه البنود تعتبر غرفة العزل غير آمنة ولا يسمح باستخدامها. تشير علامة النجمتين إلى أن البند غير أساسي، أي يمكن استخدام الغرفة حتى عند عدم توفر أي من هذه البنود. تشير علامة الثلاث نجوم أنه يفضل وجود غرفة المدخل، لكن يمكن قبول غرفة العزل في حال كان التصميم الأساسي لا يسمح بوجودها. أولاً، يوجد جهاز مراقبة لقياس فرق الضغط بصورة مستمرة بجوار الباب الخارجي، وبه إنذار صوتي وضوئي يتم تفعيله عند تغيير الضغط عن الحد المسموح لفترة محددة، ويفضل أن يتم توصيله بنظام مراقبة المبنى. ثانياً، الحد الأدنى لفارق الضغط بين غرفة المريض والممر الخارجي هو سالب 2.5 باسكال. ثالثاً، توجد لافتة غرفة عزل مع تثبيت إطار لوضع معلومات المريض وتوضيح إجراءات العزل الهوائي. رابعاً، يوجد غرفة مدخل تسبق غرفة العزل. خامساً، يوجد بغرفة المدخل حوض لغسيل الأيدي مطابق للمواصفات ويتوفر عليه مستلزمات نظافة الأيدي. سادساً، يوجد خزانة أو عربة لوضع مستلزمات الوقاية الشخصية. سابعاً، باب غرفة المدخل أي الغلق الهوائي مزود بجهاز الغلق الذاتي رداد. ثامناً، باب غرفة المريض أي الغلق الهوائي مزود بجهاز الغلق الذاتي رداد. تاسعاً، الحوائط والسقف في غرفة المريض ملساء وقطعة واحدة، لا يوجد بها شقوق أو ديكور، كما أنها مطلية بدهان أملس مقاوم للميكروبات ويتحمل التنظيف والتطهير المتكرر، وجميع فتحات الخدمات بالسقف المعلق المستعار، وكذلك فتحات التوصيلات ومخارج الكهرباء والغازات والإطفاء معزولة بعناية. عاشراً، جميع زوايا التقاء الحوائط مع بعضها ومع السقف دائرية، أي زوايا غير حادة. أحد عشر، الأرضية مغطاة بالفينيل الأملس المقاوم للميكروبات، ولا يوجد شقوق توصيل أو أي شقوق أخرى، كما أن النهايات مرتفعة على الحائط، والزاوية دائرية، وخط الالتقاء مع الحائط أملس ومطلي بدهان الأبوكسي العازل للمياه. 12، النافذة من النوع الذي لا يمكن فتحه ومغلقة تماماً. 13، من الضروري أن تكون الستائر على النافذة وحول سرير المريض قابلة للغسيل. 14، الأسطح الخشبية إن وجدت يجب أن تغطى أو تطلى لتصبح غير منفذة ليسهل تنظيفها وتطهيرها بصورة متكررة. 15، الأبواب تفتح للداخل. 16، فتح تدفق الهواء فوق نهاية سرير المريض. 17، فتح شفط الهواء فوق رأس سرير المريض أو على الحائط بجوار رأس المريض بارتفاع 60 إلى 100 سنتيمتر من الأرضية. 18، جميع الهواء الخارج من غرفة المريض ودورة المياه يجب أن يتم طرده بنسبة 100% إلى الخارج، يمنع إعادة تدويره بعد مروره على فلتر عالي الكفاءة هيبا فلتر. 19، أنابيب طرد الهواء الخارجية يجب أن تكون بعيدة عن فتحات دخول الهواء للأقسام الأخرى على الأقل 3 متر. 20، يتم إمداد الغرفة بهواء جديد بنسبة 100%. 21، يتم إمداد الغرفة بالهواء المكيف بواسطة وحدة تبريد من النوع المخفي، لا يسمح بتدوير الهواء.
مخصصة لغرفة المريض فقط، أو يتم إمداد الغرفة بواسطة خط الهواء المكيف من التكييف المركزي للمستشفى مع توفير غالق أوتوماتيكي ذاتي الغلق في حال انهيار النظام. 22. الحد الأدنى لتغيير الهواء بغرفة المريض هو 12 مرة في الساعة. 23. نظام ضخ الهواء ونظام شفط الهواء وطرده إلى الخارج يتم توصيلهما لمصدر للكهرباء بديل، وذلك للعمل في حالات الطوارئ. المستندات الواجب توفرها لغرف العزل سالبة الضغط: يتم تسجيل قراءة جهاز المراقبة يومياً في سجل خاص، يتم ذلك بواسطة طاقم التمريض. يتم عمل اختبار لفروق الضغط بالغرفة، وكذلك عدد مرات تغيير الهواء بالساعة شهرياً بواسطة مسؤولي الصيانة الطبية، ويتم حفظ نتائج الفحص في سجل خاص بذلك. يتم استبدال الهبة فلتر طبقاً لتعليمات المصنع بواسطة مسؤولي الصيانة الطبية وبإشراف مسؤولي مكافحة العدوى بالمنشأة، وحفظ ذلك في سجل خاص. يتم معايرة جهاز المراقبة سنوياً، ويتم حفظ المستندات الخاصة بذلك في سجل خاص. أجهزة تنقية الهواء المتنقلة عالية الكفاءة، أجهزة الهبة فلتر موجودة وتعمل بصورة جيدة. يعمل الجهاز على إزالة ما لا يقل عن 99.97% من الغبار والعفن والميكروبات وأي جزيئات محمولة جوا بحجم 0.3 ميكرون بمعدل تدفق هواء محدد. دواعي استخدام أجهزة الهباء فلتر: أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي، على سبيل المثال مسحة البلعوم الأنفي في حال عدم توفر غرف العزل سالبة الضغط، تستخدم لتحسين جودة الهواء في غرف وأماكن تردد مرضى الأمراض التنفسية المعدية ومناطق الانتظار وعيادات الصدر، كذلك في غرف التشريح في حال عدم توفر غرف تشريح سالبة الضغط. اعتبارات خاصة لأجهزة الهبة فلتر المتنقلة: لا حاجة لها كجزء من احتياطات العزل الرذاذي أو التلامسي. يجب استبدال الفلاتر وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة، ويجب التخلص من الفلاتر المستبدلة كنفايات طبية معدية. وينبغي وضع الوحدة في أقرب مكان ممكن من المصدر المتوقع للتلوث لزيادة الالتقاط الفعال للعوامل المعدية أو الخطرة. كبائن الأمان البيولوجية في المختبرات موجودة وتعمل بصورة جيدة ويتوفر لها شهادات المعايرة السنوية. أجهزة كبائن الأمان البيولوجي في المختبرات: ينبغي احتواء المواد البيولوجية الخطرة بأمان أو إزالتها من المختبر لحماية الأفراد والبيئة من مخاطر العدوى التنفسية. فلاتر كبائن الأمان البيولوجي: فلاتر هبة عالية الكفاءة يجب استخدامها وفقاً لمتطلبات وزارة الصحة. يجب على موظفي المختبر معالجة المزارع الميكروبية التي المؤكد أو يشتبه في احتوائها ميكروب الدرن الرئوي في خزانة السلامة البيولوجية الفئة الثالثة كحد أدنى من المتطلبات. يجب احتواء التلاعب بالمواد المعدية التي قد تولد الهباء الجوي أو تنفيذه بشكل صحيح في كبائن الأمان البيولوجية الفئة الثانية ب. شكراً لحسن استماعكم.